مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الزفلاون بونسوار. إذا أعزائي المشاهدين لا كوفرتي سبيسيال على لا دمي فينال الجيري مع قطر. أونفان الحق الجور ديسيزيف الجيري مع قطر. دونك حبينا أعزائي المشاهدين نشوفوا التغطية الخاصة هذه باش نحاولوا نعيشوا مع الأجواء هذه تاع فرحة الجزائريين. أولا الانتجاه اللي حقنا للدمي فينال بالك ستانيكس بلو مالغري كو ليزارجيان يسنوا أكثر من هذا إن شاء الله. واليوم كما وعدناكم أعزائي المشاهدين ساعتين تاع كوفرتيو سبيسيال تكون شوية على المقابلة تونس مع مصر اللي تلعب الآن، ومن بعد نوليو الجزائر مع قطر نجيبوا شوية ضيوف نفتحوا الخطوط أنتم تشاركونا رأيكم على هذه المقابلة. سي جمال السلام عليكم. ندير كيما سليم. السلام عليكم الخواب أزول في اللون بونسوار كما قالها هو هكا يعني جونتيمون يعني جونتيمون يعني ان شاء الله راكم لاباس. المره اللي فاتت جابني ناصر وانا خاطيني الفوتبول في الحقيقه، ولكن خويا صالح الصاد قال لي ما تجيش تقول خاطيني الفوتبول، لازم يكون تكون فوتبول، وراح يكون معنا اليوم ان شاء الله. وعلى هذيك سورتو جيت باش ما نضركش عليكم. اي دونك معنا خونا التوفيق ثاني اليوم، وال واش راح نقول يا ربي، انا علاه جيت في الحقيقه باش ما نكذبش عليكم، جيت سورتو باش ندخل هذيك شويه تاع السياسه، لازم نلقى لها عفسه كي نلقى غير ما تخافوش دوك نلقى لها كيفاه نسيسها يعني خاطر كاع فوتبول جمال برك لا خاطي نلعب غير لي رونكونتر كيما هكا انترناسيونال مونديال فوالا لي كرو رانديفو نتاع مع هذوك ميم ما في عمرها 94 سنه الله يبارك ربي يعيشها تبع تبعت لهم عليه تقول لي طفل قريب تقول لي تبكش راجل ولا كيف ما تبعش حتى الفوتبول. الحاصل خاوتنا مرحبا بكم. دونك ان شاء الله يكون هذا اللقاء الاخوي هذا نتلاقاو مع بعضنا البعض كيما يتلاقاو هاد لي زيكيب هذا ان نيفو تري تري بون الحمد لله يعني اون ساتوندي با ان تال نيفو تو لي غران سبيسياليست سون اون تران دو لو ريكونيتر. وهذا الانتيري اللي داروه لخاوتنا الجزائريين للمقابله ولو يعني سي با لو مونديال سي با ولكن تظهر شغل مونديال دونك اتو
جزائر يما جزائر يما لالجيري قطر، كيف تشوف الماتش اليوم؟ شكرا على الدعوه على كل حال. ايه بيان سور تقول توفيق تقول توفيق كنا قصاري. توفيق سليماني مدرب ومحلل رياضي، مرحبا بك سي توفيق. عفوا راني في داري ما شاء الله. يعرفك على كل حال، حتى الجزائريين يعرفوك بزاف ما شاء الله. والله اليوم مقابله الجزائر قطر هي عباره عن وزن ثقيل اسمه الجزائر، ووزن ثقيل اخر اسمه قطر، من الناحيه التقنيه من الناحيه الاستثماريه. قطر استثمرت في كل شيء، للاسف الشديد لم تستطع ان تصنع النجوم بمثل ما يعني احنا عندنا. النجوم يولدون في الجزائر، يولدون اي لاعب في 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 شوارع العاصمه او في او الصحراء الجزائريه شرقا وغربا. حتى كره القدم هي رياضه جديده عندهم ثاني. لا هو مش رياضه جديده، لا لا، في 30 40 سنه الاخيره قطر كانت وتلعب على كاس الخليج، تلعب على كاس اسيا، تلعب فريق السد القطري من بين احسن الفرق. ثم هي قوه رياضيه في اسيا. طبعا قوه رياضيه على مستوى اسيا، ولكن افريقيا واسيا تباعد في المفارقات الفنيه والتقنيه اللي يعترفون بذلك، بان اللاعب الافريقي والشمال الافريقي قوي جدا يعني مقارنه بقربه الى اوروبا والى الى الميلاد والنشأة، لأنه نحن في شمال إفريقيا النشأة في الحقيقية هي نشأة كروية. فلما نتكلم عن اللاعب القطري أو الخليجي، لأنه القطري والخليجي أو الشمال إفريقي مفارقة متشابهة، اللاعب القطري أو الخليجي يعيش في بحبوحة مالية ربما أفقدته ذلك العطش من أجل النجومية، العطش من أجل يكون لاعب كبير. ولو قارنته مع اللاعب الجزائري، معظم النجوم الموجودة في الفريق الوطني اليوم بالليلي، انظر 20 سنة ماذا كان بالليلي، كان مجرد لاعب يريد أن يحلم بأن يكون لاعب كبير ويكون عنده فلوس. معظم لاعبينا كانوا فقراء. إذا فالفقر والحاجة هي أم الاختراع. إذا فلما الحاجة تكون هي أم الاختراع، ترجعك فنان، ترجعك مخترع، ترجعك مكتشف، ترجعك فيزيائي، ترجعك. إذا فلما تكون حاجة أم الاختراع، يبقى هذاك الشغف والعطش الموجود عند اللاعب الجزائري يختلف عن التشبع المالي أو التشبع الاجتماعي الموجود في مجتمعات الغنية في الخليج العربي. سم أخوي التوفيق تفضل. سلام. هذه تاع تسمى او يقول لك اصحاب الخليج ربما مالغري تيرمون كاين تراهم التشبع المالي يعني خويا يلعب ماشي ما يخمش على الفيتور، ما يخمش باش يديفلوبي روحه، باش يروح بالك لوروب باش يربح دراهم. هذا ربما لا ديفيرونس. وانا جيت مقترح ان نسقسي خويا التوفيق الفريق لا سيليكسيون قطري قدا فيها لاعب من قطر قطريين اصلي، لاعب واحد قطري، فالباقيه كلهم ثلاثه مصريين جزائريين، زوج جزائريين، سبعه سودانيين، يمنيين ويمنيين. اذا الفريق القطري وعطاهم الجنسيه القطريه، جنسوهم يعني في سن مبكره هما في هو الحاجه الجميله في قطر هو انه من بين احسن الاكاديميات الموجوده في العالم الثالث والعالم العربي او حتى العالم ربما في اسيا هي اكاديميه اسباير. هذه اسباير اكاديمي تستقطب المواهب الموجوده الشابه لاقل من اسباير يعني اسبيري من الفرنسيه ما نجيبهم في سن مبكره، لما تشوف انه فيه يعني فيه بذره انه يكون النجم في المستقبل يجيبوه ويحتضنوه ويدخلوه الاكاديميه يستثمروا فيه يجيبوا العائله نتاعو ويعطوه الجنسيه القطريه ويكبر في قطر من اجل ان يحمي الالوان القطريه. اذا المال هنا هو الاستثمار الحقيقي لصناعه نجوم المستقبل. اليوم قطر وصلت الى مستوى قمه الكرة القطرية التي هذا المنتخب اللي حيلعب اليوم ضد المنتخب هو نفس المنتخب اللي راح يشارك في كأس العالم. هذا مونديال العرب هو عبارة عن تحضير إلى كأس العالم القادمة. وهذا بالعكس إلينا، نحن منتخبنا اليوم فيه ثلاث عناصر الأكثر سوف يكونون في تجربة بالماضي في كأس العالم القادمة إن شاء الله لما نتأهل بعد بلاي. لو كان كاع فريق با ماشي كيما هما كلهم فريق ألف. فريق قطر هو اليوم لا حنايا فريق تاعنا هو معظم هو فريق عبارة عن 85% كلهم فريق با. زيد قلنا برك عندنا درك الان من الجزائر العاصمه اللاعب القديم الدولي السابق صالح صعصاد. صالح السلام عليكم. صالح صعصاد هو اسمع فينا؟ انا نسمع فيكم. سلام علينا. مرحبا بك سي صالح. مرحبا بك صالح.
السلام عليكم. صحتي جمال. عاود جمال، عاود جمال. جا على جالك، قالك جيت غير على جال صالح. وي جمال ليكم سا برون كو. اه وي اون في بديت نوالف اموناج مع البالون. وثاني معنا من الدوحه الاستاذ مجيد بوطمين الصحفي الرياضي. سي بوطمين مرحبا بك. مرحبا بك سي بوطمين. سي بوطمين راك تسمع فينا؟ وثاني معنا صحفي رياضي التونسي الاستاذ فتحي رحال. سي فتحي مرحبا بك. شنو اخواتي بس عليكم الناس كلها ان شاء الله. مرحبا بك سي فتحي. منتخب الجزائر اليوم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. على بالي سي فتحي راك تشوف الان مقابله تونس مع مصر. نعم. كيفاش حكينا الاجواء؟ كيفاش شكون هو دوميني وكيفاش راهي المقابله؟ والله المقابله كما الناس شكون شاهدوها صراحه تونس تلعب اكثر، ولكن مصر خطيره بالهجمات المعاكسه نتاعها يعني هذه حقيقه. والصناعة الفارق اليوم المدرب المصري، نشوف المدرب المصري احسن من المدرب التونسي صراحه. يعني المدرب المصري بالرغم من الضغط اللي تسلط على منتخب مصر عنده قوه انتشار ويلعب ذهنيه انتشار، يعني يعرف يتصرف، اللاعبين نتاعو عارفوا كيف يتصرفوا وجاروا المباراه يعني بالرغم من سيطره المنتخب التونسي. لكن المنتخب المصري انتشار فوق الميدان افضل من تونس بصراحه. من تونس يقول لك لماذا، ولكن ان شاء الله هنفوزوا عليهم يا رب. ان شاء الله نفوزوا عليهم في النهايه، وان شاء الله نلعبوا النهائي ضد قطر او الجزائر ان شاء الله يا ربي. المهم اليوم نربحوا ان شاء الله المصريين، وان شاء الله نربحوهم يعني ان شاء الله نربحوهم. عندنا لاعبين افضل منهم فوق الميدان، وان شاء الله نربحوهم. مثل ما قلت لك هو فقط مدربهم محنك، لازم اعترفوا بالشيء هذا. عندك سؤال من عند توفيق سليماني. معنا فتحي هذه مده ما شفناكش ربي يحفظك. على كل حال حبيت نسالك اذا كان ظن باللي اللقاء راح يكون نهايته ضربه الجزاء. اللقاء بين تونس ومصر. ايه تونس مع مصر. نعم اللقاء. والله صعب شويه، انا اعتقد يمكن ينهى قبل اللقاء. انا نشوف انه على حسب الحيويه في الملعب ممكن كل واحد منهم يسجل في اي لحظه يعني. لانه شايف انه ثم اصرار في الخط الامامي عند المصريين عند تونس بصراحه. كل واحد حاب يسجل يعني ما في توازن شويه في اللعب مع افضليه للمنتخب التونسي، ولكن ان شاء الله يا ربي نسجل. هذه الفرصه ضاعت على منتخب تونس. الله المدافع المصري. خويا فتحي. نعم. بيناتنا يعني انت تتمنى تتلاقى ولا ان شاء الله تتاهلوا الى النهائي تتلاقى مع قطر خير ولا مع الجزائر؟ والله نحن كل الناس نتمناه ان شاء الله يكون نهائي مغاربي ونهائي تونسي جزائري بامتياز، وان شاء الله يا ربي يتوقف ونعمل عرس كما كانت مباراه المغرب والجزائر، لانه بيناتنا ما اعتقدش ثم شكون خسر ربح. يعني مباراه انا نظن لو لعبت الجزائر مع تونس راح نقسموا الكاس ونريحوا. سمع احنا في احنا في احنا ما شكيتش قبلها بمبولحي هذه ما شكيتش قبلها بمبولحي. والله دائما انا اقول انه الجمهور الرياضي هو جمهور فعلا عنده الروح الرياضيه على كل التهم التي تكال اليه، وهذه مناسبه نقولها انه جمهور كره القدم والجمهور الرياضي هو جمهور يمتاز بالروح الرياضيه، ولا عنده تعصب ولا عنده اي شيء، بالعكس هو جمهور يحب اخوانه في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وموريتانيا وفي ليبيا وحتى في الدول العربيه الاخرى. الشعوب تعقلت خويا فتحي، الشعوب تعقلت وتحكمت. والله الشعوب سامحني، الشعوب متقدمه على الطبقه الحاكمه ب 200 عام. صح. مش 200 عام متقدم عليهم حضاريا و خويا فتحي من فضلك لو ريح معايا الوقت نقولوا لك. لا صالح عصاد خويا صالح واش التكهنات تاعك فيما يخص المقابله هذه بين مصر وتونس؟ بين تونس ولافوغ اللي مع الجماعه تاع تونس بار مومون. Mais les Égyptiens, ils sont peut-être beaucoup plus, ils sont plus intelligents dans les contre-attaques. Réactifs. Donc peut-être. Réactifs, réactifs. On trouve les. Alors. رياكتيف يعني يعتمدوا على الهجوم المعاكس دائما يدافعوا ويحاولوا. نعم راهم مرتاحين. انا نشوف فيهم بلي يسون طونطرين دو كونترولي المقابله انتيليجامون باسكو يسافوا بلي لي تونيزيان
يعني راهم فوق يسلونس بار مومون بدون غير بالقوه مي بوتيتر اي فون با تيرميني الماتش اون فورس يعني بالك ربما الايجيبسيان يسرا بلو بوسكي دي سي صالح بوسكي دي زوكازيون سي صالح بوسكي دي زوكازيون شكون عنده لي زوكازيون اكثر يعني Eh ben, il y a eu des occasions. Les Tunisiens, ils ont eu plus d'occasions, mais ça, maintenant, ils ont marqué une mêlée, vraiment. أمي يروحوا لهم دي فهمت؟ ريح ما أنا بك يا سيسر دقن يقول لك ما جيت بطمينة ومعنا سي بطمين مرحبا بك أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حكينا سي بطمين الأجوال أجوال احتفالية صح التعبير وقبال هذه المقابلة الجزائر مع قطر نعم أجواء احتفالية كبيرة جدا والملعب سيكون مقتطع عن آخرها أعتقد في ملعب التمامة الملعب اللي كان تأهل فيه المنتخب الجزائري أمام ناظره وشقيقه المنتخب المغربي قبل 3 أيام وبالتالي هنا الجماهير القطرية مؤكد أنها ستكون حاضرة بقوة أكثر بكثير من الجماهير الجزائرية يكون يعني اللحظة اللي أكلمكم فيها الجماهير بدأت تصل إلى ملعب التمامة وتدخل حتى قبل ساعتين ونصف من الموعد عند المباراة الهامة بين المنتخبين القطري والجزائري أعتقد بأننا سنشاهد مباراة جميلة بين منتخبين لكل منتخب عنده حظوظ وعنده مفاتيح اللعب ومفاتيح الانتصار ممثلة في نجوم كلا المنتخبين وبالتالي الجميع متشوق لهذه المباراة الهامة والمنعرج الأخير قبل حضور نهائي 18 من شهر ديسمبر في ملعب البيت الجميل التي سيحتضن المباراة النهائية لكأس العرب بطمينة تحكينا برك قضية التذاكر قالوا ربما القطريين شراوا كل تذاكر بعد ربما تدخل بعض السلطات أعطونا 5000 تذكرة مع باش كيفاش حكينا وصرة القضية والله شوف قيل الكثير عن حكاية التذاكر وهي عملية تجارية بحتة تقوم بها وتحت سلطة الفيفا وبالتالي حتى هنا القطريين لا علاقة لهم بهذا الأمر وبطبيعة الحال ما قيل أن العملية أو التذاكر كانت قد طرحت للبيع منذ حتى قبل أيام انطلاق الطلوع بالتالي الناس اشترت التذاكر وتعرف التذاكر كانت أونلاين يعني عبر موقع الفيفا وهناك مثلا المنتخب المغربي جماهير المنتخب المغربي كانت تعتقد بأن منتخبها سيصل النهائي بسهولة اشترت أغلب التذاكر للدور نصف النهائي في ذلك الحين المنتخب الجزائري وجماهير المنتخب الجزائري ربما لم تهتم وبشراء التذاكر كانت تشتري تذاكر مباراة الدور الأول فقط وهكذا وبالتالي عندما تأهل المنتخب القطري أيضا وهو لعب يوم قبل مباراة المنتخب الجزائري وعرف أنه سيلعب في ملعب التمامة باقي التذاكر تم شراءها وهي كلها أونلاين بعد ذلك طرحت إشكالية أنه الجماهير الجزائرية ليس لديها تذاكر وتم التواصل مع الفيفا وبتدخل السلطات العليا هنا وحتى سفير الجزائر هنا في قطر السيد مصطفى بوتورة وبالتالي تدخل الأمر في هذا من أجل محاولة تجميع عدد من التذاكر للجمهور الجزائري خاصة وأن الفيفا لديها تذاكر اللحظة الأخيرة كما تسمى عدد بالآلاف يعني فيبدو أن هذه الفئة الأخيرة تم تخصيصها لبعض الجماهير الجزائرية وتسليمها لسفير الجزائر وتم تسليم حوالي 1500 تذكرة بالمجان للجماهير الجزائرية ناهيك عن التذاكر التي تم اقتنائها من طرف الجماهير المحظوظة لأن العملية أونلاين يعني عبر الموقع وبالتالي الموقع لا يفرق بين جزائري ومغربي ومصري وتونسي عندما تشتري ولا يعرف أن من أين أي جنسية أنت مثلا أنا أقول لك أمس بالليل اشتريت تذاكر لأطفالي في ساعة متأخرة وكانت تذاكر تطرح على الموقع يتم اشتراءها بسرعة وكل واحد وحظه يعني عموما في النهاية الموضوع أعتقد بأنه حسم وحضور الجماهير الجزائرية سيكون على قلتها بملعب التمامة سيكون متواجد ومعروف الجماهير الجزائرية أن حتى لو 4-5 آلاف فيها البركة وسوف تشجع زملاء يوسف ليلي وأنا متفائل بالوصول للنهائي بمشيئة الله أنا عندي سؤال فيما يخص التسمية تاع الملعب 9-7-4 يعني قالوا لي قبيل باللي خطرك شي استاد خدموه 954 كونتينر يعني شوف 74 العفو ومن جهه اخرى هي الانديكاتيف تليفونيك تاع قطر تاكد لنا ذلك
أكيد هذه بالضبط حكم. هو كان اسمه رأس أبو عبود، وقبل تدشينه بأيام تم يعني الإعلان عن هذه المفاجأة، لأنه كان منذ تدشين الملعب وهو تم مراعاة أنه 974 حاوية، لأن الملعب موجود على ميناء حمد وهو ميناء قطر الدولي الكبير، وبالتالي هذا الملعب من المفارقات أنه بعد المونديال سوف يتم تفكيكه تماما، وكأنه لم يكن يعني هذه الفكرة، وبالتالي تم تسمية هذا الملعب 97 بهذا الاسم ملعب رأس أبو عبود، وهو أيضا مفتاح خط الدولي لدولة قطر. بالنسبة لتسمية ملعب الثمامة اللي هي لعب فيه المنتخب الوطني، الثمامة هي عبارة عن نبتة يعني هنا تنبت هنا في قطر وتقاوم الحر، ومشهورة جدا في منطقة بناء الملعب، وتم تسمية ملعب الثمامة على هذه النبتة. هذا المعلومات اللي عندي، إذا بدك باقي تسمية الملاعب أنا حاضر. الأخ نجيد، نعم. في سؤال في الحقيقة، لما شكرا على التفصيل حول قضية التذاكر والمشكل الذي طرأ، ألا ترى بأن لولا تدخل الفيفا لوجستيا بموقع الفيفا ومساعدتها بشريا للتنظيم يعني إدارة التنظيم القطرية، ألا تظن لولا تدخل الفيفا كان ممكن يكون في إخفاق أو عبارة عن فضيحة يعني ربما تسييرية للنخبة القطرية في هذا الموضع؟ أكيد أخي. شوف، هو أصلاً الفكرة تاع تنظيم هذه بطولة كأس العرب هنا هو عبارة عن بروبا، وبالتالي اللجنة المنظمة العليا اللي هي تسمى باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية بالتنسيق مع الفيفا كانت ألحت على تنظيم بطولة كبرى، فرأت أن موعد كأس العرب هو الأنسب، حتى أن كأس أمم أفريقيا كانت هناك رغبة لتنظيم كأس أمم أفريقيا في الملاعب المونديالية في قطر من أجل تجريب المزيد من المشاهدات وكيفية حركة المترو وتنقل الجماهير وهيكل الاستقبال، وكل ذلك يكون لديهم عبارة عن تجربة لرصد النقائص التي تظهر في تلافيها في الموعد الهام، وهو أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وهو كأس العالم المقبل. مثلا اليوم برزت تشكيلة أو ظاهرة أن الجماهير العربية ليست لديها ثقافة الحضور مبكر للملاعب، ملعب مباراة مصر وتونس الجماهير ظلت إلى آخر لحظة الأخيرة وهي تنتظر خارج في محيط الملعب، وعندما رأت أو وجدت نفسها ولازم عليها تدخل الملعب كانت هناك طوابير كبيرة، وحتى المباراة بدأت والجماهير لم تدخل بعد، وهذه صحيح. ثقافة لابد أن يستفاد منها لاحقا، حتى يعني يطلب من الجماهير الحضور مبكرا للوصول إلى الملعب والدخول، ليس انتظار إلى آخر خمس أو أربع دقائق ثم تدخل. هذا ملعب فيه إجراءات، خاصة الآن مع فيروس كورونا فيه إجراءات لابد من إظهار سلبية النتيجة وكذلك التذاكر الإلكترونية، فهذه الأمور ثقافة يعني لابد أن يستفاد منها لاحقا. ففكر تنظيم كأس العرب تحت مظلة الفيفا هي هذه، وأيضا قطر تبحث عن بطولة أخرى لتنظيمها من أجل الاستفادة من هذا التنظيم واكتشاف المزيد من الأخطاء لتلافيها كما ذكرت تحسبا لموعد الهام. وهو خويا أبو طمين، خويا بطمي فضلك ريح معنا دوك نولي ليك. خويا صالح الصاد، سامحوني انا اخي من الاول قلت لازم نلقى كيف نسيس شويه القضيه، لازم سي كوم سا الله غالب الله غالب فدم. دونك سو ريجيم سي توجور سيرفي دو فوتبول كوم لا بليبار دي ريجيم بريداتور comme d'un opium du peuple, comme on dit, entre autres opium. Mais l'Irak a donné une leçon de magnifique à ce régime qui a tenté donc de se servir de ce grand vecteur populaire qu'est le football, puisque l'Irak, en fait, n'est-ce qu'on l'a dit aujourd'hui, mais l'Irak sort du stade. Où les grandes chansons, les grands hymnes du Hirak sortent du stade, où l'étem la Casa del Moradia, donc qui a réellement. D'ailleurs, nous sommes là, nous allons revenir à Salah, parce que nous avons dit qu'il y a le retournement magique du football en faveur des peuples. Nous sommes où la Casa del Moradia. Yeah.
طالع الصد. نعم سي جمال. لا هذا النظام اللي كان يستعمل الفوتبول ولا كان يحس في روحه في استطاعته انه يستعمله اليوم عاد منين يكون ماتش من هذا النوع يربط كرشو كما نقولوا يحكم كرشو. دونك اسكو سو غوتورنمون دو ليستوار دو فوتبول اون فافور دو دي بوبل ايتيت اتوندو على حسابك؟ هو 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 الى ايتي كما قال وسام النهار تخلق تخلقت هذه يعني من نهار زادت الكره القدم هذه سايتي دون سو سونس يعني الى ايتي فيكتور تاع يعني الوسمو للشعوب يعني استغلال هذا لو سبور هذا كل لي بوليتيك كل لي جون ريش كل لي جون بور فهمت يعني دونك نقول شوف غير الفريق الوطني باغ اكزومبل تاعنا احنا الجزائري ليكيب افلان وي ليكيب افلان كي كي اون ايتي دي جوور كونو اون اوروب لما كانت الجزائر يعني محتاجه الشباب تاعها اي با سي ايزون بارتيسيبي رشيد مخلوفي الي سي فري كون لي اكسبليكي سي جمال اوبارافون يعني في لي دو جور هذو من قبل قلت لك بلي اون بو با ريستي انسونسيبل ا تو ا دي شوز انديفيرون يعني الحوايج اللي راهم صايرين يعني توت اوتور اوتور دو فوتبول فهمت باسكو راك عايش معاها راك عايش Donc on essaye d'exploiter, tout le monde essaie d'exploiter le footballeur ou le football, يعني, que ce soit des footballeurs connus ou là, de, l'équipe nationale ou là, le club. Enfin, on essaie d'exploiter. Et oui, sinon, au fur et à mesure que les footballeurs, enfin les générations de Tawana, اخذوا الدروس وتعلموا وشافوا دو بلوس اون بلوس محسوب يعني اليوم لو فوتبول اي دوفني اوسي اي في اتونسيون اي في دي شوز يعني كاين حوايج اللي يبغيهم كاين حوايج اللي ما يقدرش يروح لهم فهمت ينكسب با تو دونك اليوم نقول باللي لو سبورتيف اون جينيرال اي في تري اتونسيون فهمت لو موند بروفيسيونيل في تري اتونسيون دون في لو ميليو هذايا يعني ما يقبلش نيمبور كوا صالح صالح لو كان نوليو للمقابله تاع اليوم شفنا المقابله الجزائر مع المغرب سيتي ان غرون ماتش والحمد لله يعني فزنا ابري لي بينالتي مالغري ستي ان نيفو تري تري الفي اسك فو بونسي كو قطر مع الجزائر سافا يطلع ميم شوز سافا يطلع سيغي سافا يطلع ان فوتبول الفي ا فوتر افي il va avoir l'envie تاع les jeunes هذو باسكو سي سي با لا بروميير ايكيب حنا عندنا في ليكيب ناسيونال tout à fait mais l'envie elle est يعني جمال بالماضي كما قال لي لا سو ترانسميتر هذا الكورون للمجموعه كامل اي حتى لونترينور تاعو ثاني كي ايتي في ليكيب ناسيونال les jeunes ils veulent être champions aussi comme leur équipe يعني les qui ont été champions champions d'Afrique fait masser donc ils vont essayer d'être يعني de copier l'autre تاعهم et l'équipe qatarie qui a été aussi c'est une bonne équipe l'équipe qatarie qui est quand même championne d'Asie et c'est l'équipe type تاعهم donc ils sont chez eux ça va être un match plein يعني complet فهمت يعني peut-être صالح سي صالح peut-être les Algériens مقابلة شيقة إن شاء الله وهذا ما نستناو بالك سي صالح جزائريين ولا جزائريين ما يعرفوش بزاف قطر هذه ربما هما خلاص في راسهم خلاص الجزائر تأهلت لأن قطر ربما ما نعرفوهاش وما رايش اون غروند ايكيب اسكو فو بونسي كو ال بو نو بوزي دي اسكو ال بو نو بوزي دي بروبليم اليوم la télévision enfin يعني les gens ils voient ils essayent enfin tu vois ils ont été quand même champions d'Asie à chaque fois hum في les matchs تاعهم عندهم دي جوار الجزائريين كي يجوا لابا و قطر فهمت دونك لي ريسبكت يعرفوا بلي عندهم اون بون ايكيب ils vont pas les sous-estimer ou la haja سي صالح لو تفضل من فضلك وتري احمد خلينا نوليو الى الصحفي الرياضي التونسي فتحي رحاله سي فتحي حكينا كي وصلت رانا في 27 مينوت برسك لا فان قريب لا فان تاع الماتش دي تون اوفيسيال نعم اي لحد الان مازال 0-0 لحد الان مازال 0-0 الماتش مضيع وان شاء الله يعني يا رب يسجلوا بالدقائق الاخيره هذه
ولكن الغالب مازال ما تمش اهداف جات فرص ما تمش اهداف وان شاء الله هتتحسن الامور. تسمح لنا راكو رايحين للشوط الاضافي يعني الشوطين الاضافيين تقريبا بعد فرصه ان شاء الله نروحوا ان شاء الله قبل الشوط الاضافي. ولكن حبيت نذكر بحاجه اللي كنا نحكوا على دور الرياضيين فيما يخص دعم القضايا الانسانيه ولا حتى السياسيه ولا غيره. لازم نتذكروا انه رئيس ليبيريا جورج ويا كان لاعب كره قدم فهو مثل بلاده كلاعب كره قدم، وعمران خان هذا رئيس وزراء باكستان كان حتى هو رياضي بطل العالم في الكريكت. والرياضيين والملاعب الرياضيه مثلها مثل الجامعات دائما تعبر على اراده الشعوب وتعبر تطلعاتهم سواء كان نحو الحريه او نحو اقتصاد افضل او اي شيء. ويغلط اي نظام سياسي انه يحاول ربما يحتكر الجماهير الرياضيه ويحاول يسيدها، لانه اكبر خطا هو محاوله تسييس الجماهير الرياضيه، لانه الجماهير الرياضيه تعرف حقيقه لماذا هي ذاهبه الى الملعب وعندها فكره واضحه ومحدده. فلما يجي واحد يشوش عليها ويحاول اي نظام سياسي في العالم، ليس المقصود هنا الجزائر او تونس او المغرب ولا كل، لكن كل نظام سياسي يحاول يستغل الرياضه لصالحه الا وكانت نتائج عكسيه. لانها الملاعب كره القدم اليوم اصبحت تحمل شعارات الحريه والمساواه والاخوه والمحبه، وتدافع حتى على قضايا الخاصه بالمجتمع التي تعيش فيه. لهذا انا متوقع انه اي نظام سياسي يحاول يستغل الرياضه لصالحه هو مخطئ، لانه اذا كان يتحول الفشل السياسي الى محاوله للسيطره على الرياضه فهذا غير مطلوب. لانه مثلا نحن لاحظنا في تونس الفتره الاخيره هناك البعض يقولون ان هناك ربما محاوله السيطره على الرياضه او محاوله يعني انه يتعدى على الاتحادات الرياضيه سواء كان اللجنه الاولمبيه او اتحاد الكره، هذا شيء مخطر وربما تتعاقب الرياضه التونسيه. صحيح خويا فتحي من فضلك توفيق عنده تعقيب. الحقيقه الاخ فتحي كلامك صواب وما شاء الله يعني هو في صبيب الموضوع، ولكن لا يخفى بانه صناعه يعني المسؤولين العرب الذين هم الان على رؤوسه هرم كل دولة عربية يتمناوا أنه يكون انتصار حليف البلد نتاعو من أجل أن يخفي بعض فشله أو بعض النقائص الموجودة في بلده. وما ينساش بأنه إلى حد الآن صناعة الانتصارات ما يقومش بها رئيس دولة، لأنه لو نشوف أن رئيس دولة فلانية أو فلانية قد يضخ أموال من أجل صناعة هذه النجاحات، ولكن لما تستثمر بالطرق الملتوية والطرق الغير علمية يأتي الإخفاق. ففي بعض الأحيان قد نبرئ بشكل أو بآخر رئيس دولة أو وزير دولة إذا أخفقت يعني البلد الذي تمثل ذلك البلد، لأن ضخ الأموال في بعض الأحيان قد يكون موازيا مع العمل من أجل الذهاب إلى المنصب الأول على مستوى هرم الرياضة سواء العربية أو الإفريقية. ولكن للأسف الشديد ليس في كل مرة نلوم عن المسؤولين أنهم أخفقوا في أحضار كأس إفريقيا أو كأس العرب، لأن هناك عمل آخر هو عمل المراقبة العلمية والأكاديمية والبيداغوجية للأموال التي تصرف. هناك أموال تضخ للأكاديميات وللوزارات من أجل القيام بكرة النهوض بكرة القدم، ولكن للأسف الشديد تستغل استغلال من طرف أناس دخلاء على الرياضة، دخلاء من ناحية العلمية من ناحية الأكاديمية، فيهدرون أموال كان بإمكان يعني نصف هذه الأموال تصنع معجزات وأنصار وانتصارات كبيرة على المحافل دولية وإفريقية. مادام عندك المال الأموال أستاذ بطمين يعني ربما هذه المنافسة تاع كأس العرب ربما من المفاجآت إن صح التعبير خاصة احنا الجزائريين هي المستوى ولا المستوى كرة القدم الآسيوية ولا خاصة الآسيوية ربما الإفريقية على بالنا بها، وثاني الإمكانيات يعني مستوى الملاعب والمستوى حتى المتفرجين الأعداد الكبيرة في الملاعب، هذا ربما مفاجأة خاصة نحن الجزائريين. نعم أكيد في الحقيقة بالنسبة إلى تقصد التنظيم
لا أعتقد أن هناك دولة عربية كان بإمكانها استضافة حدث كبير، لأن كأس العرب هي عبارة عن بروفة لكأس العالم. لو واحد يحضر إلى هنا ويشاهد يعني نوعية المشاهد والملاعب وكيف التنظيم وكيف تسير الأمور كل الإجراءات، يعني تقول أنا مستحيل أنه تجد دولة عربية على الأقل في الوقت الراهن قادرة أن تستضيف بطولة من هذا الحجم، عدا قطر التي صرفت الأموال طائلة جدا من أجل الوصول إلى هذه المنشآت الرياضية العالمية بالتميز بالتصميم على الطراز العربي. كل ملعب عنده هوية مرتبطة بفئة معينة بهوية البلد. يعني الفيفا من هذه الناحية لم تجد ولا نقطة واحدة للانتقاد القطريين على مستوى الملاعب والتنظيم وكل شيء. تبقى الأمور الإجرائية بطبيعة الحال والتنظيمية هذا فيها كلام، لأن الفيفا حاضرة من أجل هذا الموضوع وهي تراقب، وبطبيعة الحال كل دولة أنها تستعين بالمساعدين والمتطوعين وحتى برجال الأمن في بعض الدول. روسيا تستضيف في مونديال روسيا، أنا كنت حاضر هناك وأعوذ بالله من كلمة أنا، يعني استضافت عدد كبير من الأجانب لمساعدتها في التنظيم. تنظيم بطولات كبيرة يحتاج إلى لوجستيك، يحتاج إلى مجهودات، إلى أموال، إلى طواقم بشرية، إلى يعني ناس مختصين في الإلكترونيك ومختصين في كل شيء. بطمين فضلك عفوا، هل جزيرة تونس الآن سجلت هدف دقيقة قبل نهاية المقابلة؟ فتحي كل شيء مبارك فتحي. هذا خبر جميل للكرة، فرحة كبيرة والله، فرحة كبيرة والهدف. هاي كورشين بورك والله الحمد لله، قلت لكم إن شاء الله يا رب جميعا. بس نشوفوها وإن شاء الله نقابل الجزائر في النهائي يا رب، وإن شاء الله منتخب الجزائر يتوفق قطر وإن شاء الله نقابل في النهائي إن شاء الله يا رب نقابل في النهائي. وبصراحة المنتخب التونسي ما قصرش اليوم، والله ما قصرش، ولو مثل ما قلت لك هناك فرق شاسع بين مدرب منتخب مصر ومدرب تونس، ولكن الحمد لله اللاعبين بالإصرار جابوا الهدف هذا. مبروك خوتنا التونسة، الله يبارك فيكم الناس كلها، مبروك وإن شاء الله مبروك الجزائر. هاي كل شيء مبروك، مبروك وجدوا رواحكم انا نستناكم بالدوره وجدوا رواحكم ان شاء الله يا رب. خويا خويا فتحي تفضل احنا ما نسجلوش على رواحنا يا خويا، بارك الله فيكم ان شاء الله. خويا صالح، خويا صالح كومونتير سور سيت صالح الصاد 0. برافو كل تونسيان، برافو كل تونسيان. تونس يعني كما قلت زيتي فوقو كانوا يطبعوا وقلنا الاخرين زيتي بوتات بليز انتيليجون كانوا يستناو، مي يستناو بزاف فهم ليرور يعني صالح تكون فرحه مغاربيه ان شاء الله، صالح تكون فرحه مغاربيه ان شاء الله تونسيه جزائريه دونك لا فينال سي بيان لو كوراج لا تيناسيتي ها ils ont tenu hein tout le match 90 minutes, mais ils n'ont pas été les 120 minutes. Hein. C'était la dernière action. Ils ont bien battu. تونس واسمهم بطبيعة الحال. مبروك للمنتخب التونسي هذا الفوز والتأهل النهائي. تونس التي يعني عانت كثيرا في إحدى مبارياتها أمام سوريا في دور المجموعات، ولكنها بدأت تستدرك وتعود، وهذه هي العقلية التونسية، لا يستسلمون، وأيضا يعني هي العقلية المغاربية بشكل عام. نتمنى لمنتخب بلاد الجزائر تجاوز عقبة العنب القطري، ولو أن المباراة صعبة جدا لأن منتخب قطر منتخب آسيا وبطل آسيا وشارك في مباريات أمريكا الجنوبية ووصل إلى نصف نهائي الكونكاكاف، وكذلك شارك في تصفيات أوروبا، لعب حتى مع البرتغال، وبالتالي عند
عنده تجانس كبير، عنده خبرات لاعبيه، عنده يعني عدد كبير من المباريات متنوعه في كل القارات، وبالتالي منتخب كبير جدا. مع ذلك انا متفائل بامكانيه منتخبنا الوطني ان يفوز ويلتحق بنادي التونسي في نهائي مغاربي هنا في الدوحه لنهائي كاس العرب في حول الله. شكرا سي بوطمين، بارك الله فيك. مجد بوطمين صحفي رياضي من دوحة، يعطيك الصحة. فتحي رحال، ربما كلمة أخيرة تتمنى الجزائر تطيح معكم في الفينال؟ والله ما مع احترامي المنتخب القطري، مع احترامي على تطور الكرة في قطر، ومع احترامي على المجهود الجبار اللي قاموا به إلى حد الآن، وبصراحة تنظيم جيد واستقبال جيد، والبعثات الرياضية كلها أثنت عليهم، والتنظيم كان خارق العادة وممتاز جدا، ولكن إن شاء الله النهائي يكون تونسي جزائري بامتياز، وتكون فرحة مغاربية إن شاء الله، وتكون فرحة مغاربية كاملة. احنا أهم حاجة عنا هو أنه الكاس يبات في المنطقة المغاربية، وإن شاء الله يبات في المنطقة المغاربية إن شاء الله. بارك الله فيك. كلمة أخيرة خويا صالح. با الجزائريين فوق يجوا ديجا لي 90 مينوت، ما يعني فو با فوندر لا بو دو لور سافون دو لافوار تويي. اي ايفيدامون. اي وحنا نتمناو تكون ان اوتر ديربي بور لي الجزائريان، سافا ايتر ان تروازيام ديربي سي جوران يعني اون فينال كونت لي تونيزيان، باسكو راهو لعبوا مع مصر ولعبوا مع المغرب، اي بوركو با تروا يعني اللي كفي لي تروا ماتش. ابسوليمون. عطونا في سي صالح، سي صالح عطونا في سي. انا جو سويت سا بور لي جون، سي بور لو فوتبول اي بور لي pour les jeunes tawana très bien ceux qui aiment le football. Merci beaucoup. Merci. Azira la Tunisie c'est un bon score الجزائر مليح خان تحما مصر ولا تحما تونس خير. وفي الحقيقه اللقاء هذا احنا كنا تونس ولا مصر عندهم نفس المستوى من النديه مع الفريق الجزائري، ف ديربي يعني طبعا ولكن نظن بانه هناك فارق وحيد اللي يخطر المنتخب الجزائري اذا بقوا بنفس الروح الوطنيه وروح القوه تاع الجرينتا اللي شفناها في المقابلتين الاخيرتين. نظن بلي لا يوجد هناك فريق اخر يستطيع ان يوقفنا، خاصه اذا استعدنا بالعمري واذا استعدنا سعيود. نحن نامل من اجل ان نحضر كاس عالم يا ناس، احنا فريق ان شاء الله لابد ان تكون هذيك الثقه في الروح الوطنية على أننا قادرون على أن نفعل ذلك. لازم بالماضي، لازم كلنا بالماضي، أنت بالماضي، هذا بالماضي خلق فينا هذا النفس، العزة في النفس من أجل الثقة، من أجل أنك تقدم مقابلة في قمة. وهذا الشيء بما يسمى بالNLP Neurology Linguistic Programming Positive Thinking. هذا البوزيتيف ثينكين لازم كل جزائري على وجه الجزائر يفكر بطريقة إيجابية ويعمل آليات النجاح. ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله قادمه. هذا جمال، انت باش تهضر تحب تهضر شويه سياسه. هذه ثانيه كيما طولوا لي مويان بالماضي والماضي لا سامبوزي اي لا روسي وي الى دوني لا شانس على جونس فري جونس، ماشي غير الهضره الهضره، وثاني الميدان. شوف لا جونس هذا ثاني هذه العقليه، هذه ربما نصنعوا نجوم المستقبل، نحتاجوا ربما في قطاع اخر بيان سور دون تو لي دومين. اي تو سي علاه كاين ليسبوار، علاه كاين الامل باللي كي تشوف انت الجزائر كيما هكا تايس تقول سي ميم با لا بين داتون ساي سي فوتو دافونس. بصح كي تشوف كيما لي ميراكل لي بروديج هذم اللي يديروهم لي الجزائريين تقول لا مازال الامل، باسكو حنا ماناش كيما النظام هذا، حنا الشعب الجزائري مش كيما النظام هذا. هذا ويليا كونتر كورون نون سولمون يدير المعجزات، ولكن لازم يقاوم ضد النظام هذا باش يبرزك القضيه تاع لي ستاد شاكير اكسيتيرا يعني كنشوف انا دوك ستاد هذا تاع قطريين قسم بالله نقول لهم بارك الله فيكم، يعني الاموال تاعكم ثروات تاعكم بانوا وشرفتوا بشعوبكم وعليتوا. بالك نهضر ما يهضرش بزاف، من بالك لانه عقليه الجزائري تاتي بعد لما تخلط فيه يثور. ولو انه الحياه الجزائريه كما هي الحياه القطريه ربما حنكونوا مثل القطريين.
ولكن الجزائري لما تأتي من العدم التحدي احنا احنا كما كما الابيات الشعريه لمفتي زكريا دائما ناتي من العدم نعمل العمل لازم يكون اراده لازم تكون اراده سياسيه لازم واحد ما يدركش لي باتون دون لي رو واحد ما يهضرش برك هذا ولا امبورطون سياسي من مسؤولين حتى لو تسال تبون اليوم رئيس جمهوريه بالك اليوم اول واحد قاعد على الكرسي يشوف التلفزيون يقول لك 1 2 3 في فالنسيا هو مجال مجال اخر يقول لك المجال الاخر يقول لك توابيا هو مشكل احنا احنا بالقلب والدم والروع ما هو هو يشتغل على بالك شوف لا على بالي شوف سيد شوف الرجال ضارب لليون باش يجيبوا هو يسنى غير ربع وقلم مليون ونصف مبروك يعني يعني صغل العرق تاع لي جوار والدم تاع لي جوار وصغل حتى الدم تاع الشهداء ما يطلقش تبون وكان تخذ وقت يلعب معنا يدخل يلعب ويقاحر ويقدر يصنع النجاح اي نعم تحب كان تحب تخسر الماتش تدخل تبون شوف كان البروبليم حنايا بالماضي كي يقول لك حاجه يقول لك على المستطاع شكر ماهوش مليح يا خويا المسؤول ياخذ مسؤوليته ماشي يقول واحد جايك عندنا قطاع افضل قطاع صحي في العالم ولا في افريقيا يقول لك حنا عندنا ليكونومي ليكونومي تاعنا لحقنا ارقام خياليه هاي الهضره هاي الهضره واش الشرب احسن شيء صناعه النجاحات هو ان كل انسان يكون في المنصب تاعو اليه النجاح هي كل رجل مناسب في المكان المناسب واصحاب العلم واصحاب الفكر والبيداغوجيه والاكاديميه يعطوهم الفرصه من اجل العمل ويعطوهم هذا هذا تيوري هذا تيوري هذا ابعاد الانتهازيين والدخلاء على هذه الرياضه ورياضات اخرى والانتهازيين في المجالات السياسيه والله العظيم تنظف البلاد وتولي احسن ان شاء الله دوله وهي اخويا التوفيق هذه في المنهج بعد في السيستم في السيستم معروف باللي لي سيستيم بوليتيك ميديوكرات ما ينتجو الا لا ميديوكريتي الانظمه المتعفنه ما تنجم تولد الى العفن لي سيستيم ميريتوكرات كيف يقولوا الميريت بالحاجه الايجابيه يصنعوا الايجابيات دونك حنا حنا على قلت كنا كونتر كورون احنا الجزائر كي نربحوا ولا كي نصلحوا حاجه ولا كي يعود عندنا واحد عالمي معروف فيما في دومين ما هذا نكسره سي 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 تام ميراكل باسكو نون سولمون راك ضد الطبيعه اللي تولدك تتحدى تحدي حقيقي سادي نو فيكتوار كونت ال سو برودويز ال دوف كونتي دي فوا باسكو راه انت انت تافونسيون مي يجبدوا فيك اللورا على ذيك الانتصار يكون بطعم حلو واللي يقولوا واللي يقولوا لكم كوا ما لازمش جماعه اللي يقولوا لكم هذه الفرحه هذه ما لازمش تكون انا عندنا المشاكل واحد اخرين وعندنا عندنا الان كسجناء سياسيين وعندنا الفقراء والناس الان ما لقوش واش ياكلوا كيفاش يعني تكومبيني بين الفرحه هذه تاع فرحه وقتيه يعني تاع ساعه جو سوايا الفرحه تاع الجزائر نحبوا الجزائر تربح ونتخمم على هذا هذه لازم جوستومون نفرقوا بين لوبيوم دو بوبل اكزاكتلي كيما يقولوها في وقت لي رومان بانام سيركونسام لو بان اي سي دوني لور دو بان اي دي جو لازم نفرقوا هذه من لو ستيمولي لو ستيمولون مثلا انت تكون حزين حافز يعني حافز تسمع اغنيه تاع فرحه وكذا تفرح حافز 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 اي حافز سو دير سا تو ستيمول سا تو دونك هاد الحوايج هادم انو ستيمول اي انو رابيل يذكرونا باللي حنا ثاني نو سوم دي زوم ا بار اونتيير نو سوم با دي سوزوم هذا النظام هو اللي هبطنا وعفنا ودخلنا في 36 سوسول ولكن مالغري سا نو سوم توجور فيفون نو سوم بلان ديسبوار نو سوم بلان دو فيكتوار يوانا من الجيري مارغريتو هذه علينا احد يعطيك الصحه والوطنيه ما ينقض ما يزيدش علينا يعطيك الصحه وان شاء الله احنا دائما ثينك بوزيتيف نفكروا في الايجابيات وربي يطلب الهدايه ان شاء الله للمسؤولين ربي يهديهم للانجازات من اجل ان نرفع العلم الوطني والرايه الوطنيه الى الانجازات الانجازات الاجتماعيه لانه لما يكون الانجاز الاجتماعي يعني عنده بنيه تحتيه متحضره ومتقدمه نظن الانجازات الاخرى تكون من السهل علينا اننا نصنع نجوم في الفن ولا في الرياضه ونامل دائما الخير لبلادنا ان شاء الله بارك الله فيك روحوا الى فاصل قصير
كجمعة روحو زيد نرمسيهم الساعة كما يقولوا بيان سور خويا توفيق سليماني بارك الله فيك صالح عصاد مجيد بوطمين فتحي رحال بارك الله فيكم وانتم خوتنا مشاهدين قعدوا معنا راح نفتحوا ستوندار نتمناو انه تكلمونا بالايجابي كما قال خويا التوفيق ونهضروا شويه على السياسه نتمناو نهضروا بصح بالايجابي اذا ممكن وماذا بنا عيطوا لنا خوتنا المغاربه خوتنا التوانسه خوتنا الليبيين خوتنا الموريتانيين خوتنا المغاربه بصفه عامه خاطرش هذه القناه يسموها المغاربيه بقوا على خير ونتلاقاو توفيق شكرا لك صح بارك الله فيك توفيق بارك الله فيك الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا بقاو معنا زاهي بقاو معنا